يا مرحبا، مساكم الله بالخير. اللي يسألني مشعل، وش أكثر سيارة تحبها من سياراتك؟ طبعا السيارة دي اللي بصورها تسوى كل السيارات اللي بصورها لكم بعدها، هي أغلى وحدة عندي، ولا في أمل أبيعها ولا في أمل استخدمها بعد. هذه أطلق سيارة عندي بالحياة، وأكثر سيارة أغليها من سياراتي، صار لها كم سنة واقفة ما استخدمتها. طبعا تسوى السيارة دي، تسوى الجيب، تسوى كل شيء. طبعا انا بغسلها بيدي ماني موديها لا المغسلة ولا شيء، ما ابي اخلي حتى ابن امه يلمسها. ما شاء الله تبارك الله، كل شيء فيها وكالة، كرات وكالة، ماشي حين 62 ألف ما شاء الله. حد جايب لها، صار لنا فوق ربع ساعة بس ننزل التراب اللي عليها، صار لها كم شهر ما تغسلت، يمكن فوق سنة بعد ما تغسلت. بغسلها هي الحالة. طبعا هذه ماني مغسلة وهذا ماني مغسلة بعد. ما شاء الله تبارك الله، اعطوني تقييم كمان اهم شيء. Yeah.